هلا نور وراوية، منورين. ولو أخذنا لكم صورة ووضعناها على أي من وسائل التواصل الاجتماعي، هذه الصورة أيضاً راح تنور. الطاقة اللي ستستخدمها هذه الصورة تكفي لتشغيل مصباح كهربائي صغير لكنه لا ينطفي أبداً. ولو كان أحد مثل كريستيانو رونالدو هو الذي نشر هذه الصورة، وقام كل متابعي تقريباً 190 مليون شخص برؤية هذه الصورة، ستكون استهلاك الطاقة يكفي لتزويد منزل بالكهرباء لمدة 5 سنوات. طبعاً هذا وفق لبحث نشر في مجلة أتلانتيك، وهو موضوعنا الأول لليوم، ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بسبب تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. وكالة الطاقة الدولية تقول إن مراكز تخزين البيانات والشبكات لنقلها الآن تستهلك 1.5% من إجمالي الكهرباء في العالم. شركة جوجل أيضاً أعلنت أن ارتفعت نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للشركة بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي. طبعاً كي أوضح الصورة، نحن نتحدث عن إذا كان هناك فيديو 15 ثانية يخزن لمدة تقريباً 10 سنوات، هذا الفيديو سيكلفنا 100 غرام من ثاني أكسيد الكربون، وهذا قد لا يبدو رقم كبير، لكن تخيلي كل شخص قد يسجل عشرات بل مئات الفيديوهات، وقد تتجاوز الملايين على 10 سنوات. كل مرة هذا الفيديو يرسل لأحد يخزن، هو أيضا يضيف 100 غرام من ثاني أكسيد الكربون، يعني بثواني 100 غرام تتحول إلى أطنان من ثاني أكسيد الكربون، وهي طبعا تهدد الكوكب أكثر وأكثر. هناك طرق من الممكن أن يعني نلعب دور في تخفيف أو وطأة هذه التكنولوجيا. يقول الخبراء يعني يمكن إذا كان عندك أنك تستمع إلى الصوت بدل من تنزيل فيديو، هذا يكون أفضل لك وللأرض أيضا. أيضا الخيار الآخر أنه المعلومات المخزنة وغير مهمة سواء صور أو فيديوهات، ويمكن لك أن تحذفها، احذفها. نعم. وحاول أنك تستخدم المخزن نفسه مرة ثانية.